من الباب العريض تدخل أنقرة إلى طرابلس. الأسلحة والاستخبارات وإرسال القوات التركية لمساندة الجيش والشرطة وترسيم الحدود البحرية، كل هذه تفاصيل الاتفاق الأمني بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج. هذه التفاصيل بطبيعة الحال تثير موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، إذ بحسب اتفاق الصخيرات لا يمكن لحكومة السراج إبرام اتفاقية دولية. أثار هذا الاتفاق حفيظة اليونان التي نددت وطردت السفير الليبي لأن الاتفاق يسمح بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص. يعلم إردوغان أن هذا الاتفاق يزعج الجيران، هو صرح بذلك وأضاف أن ذلك لا يعنيه وأن له الحق في موارد شرق المتوسط. سنحمي حقوق ليبيا وتركيا في شرق المتوسط، كما أننا على أتم الاستعداد لتقديم أي دعم لازم إلى ليبيا بحسب طلبها. ضمن سياق التكتلات في المنطقة، يبدو من الطبيعي أن يلتقي تشاويش أوغلو بالسراج في الدوحة، ويبدو من الطبيعي أيضا أن يصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة الوفاق بأنها أسيرة لميليشيات رافضا التدخل بشكل مباشر في ليبيا. هو النهاردة ما يحدث في ليبيا خلال السنوات اللي فاتت، وليه الحكومة مش قادرة تقدر يبقى ليها إرادة حرة حقيقية هناك؟ لأن هي أسيرة للميليشيات المسلحة والإرهابية اللي موجودة في طرابلس بمنتهى الصراحة كده. لتؤكد البحرين أيضا دعمها الكامل للجهود المصرية في ليبيا وسعيها الحثيث من أجل إحلال الأمن والسلم العربيين. وفيما تأتي المواقف السياسية من الخارج، يرد أطراف آخرون ميدانيا في الداخل. يقول إردوغان عن خليفة حفتر إنه زعيم غير شرعي، وترد قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر بإعلان إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا من جراء محاولة اغتيال تعرض لها في مصراتة، ويعلن النفير العام في المدينة.